عندي حاجات كتير قوي عايز اتكلم فيها مع حضراتكم النهارده. طبعا في البدايه لازم ابارك وهني تاني كل زملكاوي. عايز ابارك وهني لكل لاعب داخل نادي الزمالك. عايز ابارك وهني كل عضو في اعضاء او من اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك. عايز اهني وابارك لعمال المهمات في نادي الزمالك. عايز اهني وابارك اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك. عايز اهني وابارك للعاملين في قناه نادي الزمالك. خلاص بفضل المولى عز وجل خطوه واحده بتفصلنا على كاس الكونفدراليه الافريقيه وان شاء الله الكونفدراليه زملكاويه. خلاص مباراه نادي الزمالك مع دريمز زي ما قالت رجالتنا وزي ما قال جهازنا الفني الاحتفال خلص في الطيارة. الاحتفال خلص في الطيارة. هنبتدي إن شاء الله نستعد لمباراة النهائي والصورة دي والمنظر ده لازم أقف عنده كتير قوي. طول ما كابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك فأنا على يقين وثقة إن إحنا ماشيين في الطريق الصح. زي ما بنقول الدار أمان. زي ما بنقول ورانا مجلس إدارة في ظهر لاعبتنا ورجالتنا دايما موجود. دايما بيساند. كابتن حسين لبيب بوجوده مع بعثة نادي الزمالك كان ليها مفعول السحر على اللعيبة وعلى الجهاز الفني. والفرحة اللي حضراتكم شايفينها من لاعيبة نادي الزمالك مع الجمهور دي لان هم مروا بظروف وتحديات ما يعلمش عنها شيء غير المولى عز وجل. اللعيبه دي تعبت وتحملت ضغوطات وصعاب مفيش حد يستحملها الا لو هو فعلا راجل زملكاوي بجد. احتفال جمهور الزمالك ووجوده في المدرجات الناس اللي جايه هنا من القاهره ومسافره رحله شاقه جدا عشان تكون موجوده في ظهر فرقتها. انتم دايما العنصر واللاعب الاهم في المنظومه. رجاله نادي الزمالك واحتفالهم مع الجمهور لان هم من الجمهور. الفرحه الهستيريه اللي حضرتك شايفها ده او اللي انت شايفها قدامك دي من حقهم يفرحوا. عشان في بعض الناس بتقول ان احنا او ان جمهور الزمالك بيبالغ في الفرحه، لا يا فندم احنا من حقنا نفرح، احنا تأهلنا لنهائي الكونفدرالية الإفريقية. افرح يا جمهور الزمالك. زي ما بقول لحضرتك ادعم واستحمل وبلاش تنتقد، بقولك دلوقتي افرح. زي ما دايما بنقول لجمهورنا ان هو يدعم في الوقت الصعب وان هو يستحمل في الوقت الصعب، دلوقتي بنقول لجمهورنا من حقك تفرح. من حقك تحتفل. دي الكورة يا جماعة. هي دي الكورة، حلاوة الكورة في كده، بتفرحنا. وإحنا هنا قبل ما نكون مذيعين أو قبل ما نكون إعلاميين فإحنا بنعشق كرة القدم وبنعشق حاجة اسمها نادي الزمالك. من حقك يا جمهور الزمالك إن أنت تفرح وتتبسط والزمالك لنهائي الكونفدرالية الإفريقية. خلاص هنلاعب إن شاء الله بإذن المولى عز وجل نهضة بركان المغربي. من حقنا ان احنا نفرح، من حقنا ان احنا نحتفل بفرقتنا، من حقنا ان احنا نكون مبسوطين. الكوره اتعملت عشان تبسطنا. الكوره اتعملت عشان تسعدنا. الكوره اتعملت عشان الجمهور الوفي العظيم جمهور الزمالك يبسط ويفرح بفرقته. ما هي دي حلاوه الكوره، ما انا بزعل شويه، بس من حقي برضو ان انا افرح شويه. ان شاء الله ماتش الذهاب هيكون يوم 12 اللي جاي. باذن المولى عز وجل وماتش العوده هيكون في استاد القاهره يوم 19 مايو. سبق لينا ولعبنا مع نهضه بركان في نهائي الكونفدراليه في 2019 وزي ما بنقول كده النهائي اللي تالق فيه يوسف اوباما وكان هو كلمه السر في التتويج بالبطوله وقدر الزمالك وقتها يحقق لقب لاول مره في تاريخه.